أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل صحيح أن بعض شعارات النبي صلى الله عليه وسلم موجودة إلى الآن في أحد المتاحف في تركيا، وكذلك عمامته وثوبه عليه الصلاة والسلام؟ على القائل أن يثبت هذا بالسند الصحيح المتصل، أن هذا ثوب الرسول وهذا شعر الرسول وهذه عمامة الرسول. أما التخرصات والكذب ويريدون أنهم يأخذون أموال الناس بهذه الأحابيل يحبلونها للناس يأخذون الأموال، فهذا من الكذب على الله وعلى رسوله. نعم.